بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الأفاضل، نسعد بلقائكم بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك وبعد استئناف مباريات الدوري يلو إثر طبعا التوقف في العشر الأواخر من رمضان والثلاثة أيام الأولى من عيد الفطر المبارك. أكرر الترحيب بحضراتكم، نأمل أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. إلى عناوين هذه الحلقة: نواخذة الخبر أبحروا على شاطئ جدة، هجر يوجع قلوب محبيه، لأول مرة منذ 55 عاماً الزلفي صعود للأولى، العروبة والخلود في قمة الجولة 29، تلك العناوين وغيرها من التفصيلات بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة التي في مستهلها نرحب بضيفيها عبر الربط الفضائي من استديوهاتنا في مدينة حائل، المدرب الوطني الكابتن نايف السرهيد أبو إبراهيم. كل عام وانت بخير، أهلا وسهلا بك وحياك الله. وانت بخير وصحة وسلامة. هلا أبو هزاعي، هلا أبو هزاع، أحييك وأحيي الأستاذ حماد وأحيي السادة المشاهدين، وكل عام والجميع بألف خير، وأنا أسعد بالتواجد معكم في البرنامج. الله يحفظك، هذا من لطفك، كل الشكر والتقدير للزملاء أسرة محطة تلفزيون حائل، أعطيهم ألف عافية، ولأسرة القطاع الشمالي في هيئة الإذاعة والتلفزيون هنا استديوهاتنا مدينة الرياض. الزميل الإعلامي العزيز الأستاذ حماد الدوسري أبو بندر، كل عام وأنت بخير، أهلا وسهلا بك و مرحبا بك للعودة الكاملة. أنت ما قطعت عن الصحافة، لكن العودة الكاملة للصحافة بعد الاعتذار عن السمرة في نادي الرياض، كسبناك من جديد في إعلامنا. الله حييك أبو هزاع، سعيد بالظهور مرة أخرى معك، وسعيد لمتابعة هذا الدوري الشيق طبعا اللي ما ابتعدنا عنه، متابعين لكل تفاصيله ومتابعين لمتابعتك الدقيقة وتغريداتك، ما شاء الله تضعنا في قلب الحدث حتى لو ابتعدنا وأخذتنا المباريات الأخرى. الله يحفظك الله يوفقك، سعداء بأن تكون معنا. وأنت الحقيقة اللي كنت مستمر فيه في هذا الدوري من سنوات طويلة وتعرف خباياه ومطلع عليه. خلونا في البداية نستذكر معكم نتائج مباريات الأسبوع 28 للعبة الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية كمدخل للمحور الأول في حلقتنا، والنتائج جاءت على نحو التالي: البكيرية في لقاء هام فاز على هجر بهدف، العين يلحق بالتعادل من أمام العربي بهدفين، الصفا ينتصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ديربي محافظة القطيف، الخلود فاز على أحد بهدفين دون رد، والعدالة في حفر الباطن فاز على الباطن بهدفين مقابل هدف واحد، ثلاثية نظيفة فاز بها نواخذة الخبر على نادي جدة والقيسوم والفيصلي في الوقت البديل، الفيصلي يفوز بهدف مقابل هدف واحد، التعادل السلبي الوحيد كان حاضرا في لقاء النجمة هو العروبة، والجندل فاز في لقاء شمالي على جاره الجبلين بهدف. ترتيب أندية المسابقة بعد نهاية مباراة الأسبوع 28 وقبل 6 جولات من الختام على النحو التالي: القادسية بالطبع لفارق النقاط السابق وعودة الانتصارات هذه الجولة يستمر متصدرا ب 59 نقطة، فيما الخلود يرتقي لترتيب الثاني ب 51 نقطة وبفارق الأهداف عن العروبة الثالثة، العربي يحافظ على مركزه الرابع رغم التعادل، ثم العدالة في الخامس 46 نقطة، الفيصلي السادس 44 نقطة، فالجبلين السابع 43 نقطة، الباطن الثامن 42 نقطة، والنجمة التاسع 38 نقطة، والصفا 38 نقطة، العاشر ثم الجندل 11 36 نقطة، وجدة 12 34 نقطة، فالعين 13 32 نقطة، وأبكيرية 14 32 نقطة، وأحد 15 31 نقطة، هجر
23 نقطة في السادس عشر، والقيسومو في السابع عشر بعشرين نقطة، والترجي الثامن عشر والأخير ب 19 نقطة. وكما تعلمون الثلاثة الأندية الأولى في الترتيب نهاية الموسم تصعد إلى الدوري الممتاز بمسماه الحالي دوري روشن، فيما الأندية الثلاثة الأخيرة في الترتيب تهبط إلى دوري أندية الدرجة الثانية. نظرة إجمالية نايف، خلينا ناخذ نظرة إجمالية أول شيء قبل ما نفصل في الجولة ككل. نظرة إجمالية للأسبوع 28 لو سمحت. أبو هزاع، الجولة الماضية جاءت بعد فترة توقف لعيد الفطر المبارك. هذه الفترة قد تؤثر على بعض الفرق. من وجهة نظري أن الجولة الرابحة الأكبر فيها فريقي القادسية والخلود بانتصارهم، وتعثر أقرب المنافسين لهم فريقي العربي والعروبة بالتعادل. جولة عادة الأمل لفريق العدالة والفيصل بالاقتراب من فرق المقدمة، استمرار النتائج المميزة لفريق الصفا والذي يعتبر أفضل فريق بالدوري خلال الدور الثاني تحقيقا للنتائج طبعا، عودة الجندة للانتصار بعد سبع جولات يعني ما ذاق فيها طعم الانتصار، انتصار مهم كذلك لفريق البكرية مع أقرب الفرق المنافسة له على مراكز الهبوط، استمرار تعثر الجبلين والباطن وصعوبة الآن اقترابا من فرق المنافسة، ثلاثي مؤخرة الترتيب استمرار النتائج السلبية لهم وأصبح الهبوط قريب منهم اللي هو فرق الهجر والقيصومة والترجي. صحيح، ممتاز، النظرة جميلة. حمد، إيش أبرز مكان لافت نظرك في الجولة 28 إجمالا ثم ندخل للتفصيل فيها بإذن الله؟ والله أبو هزاع، عودة القادسية الانتصارات بثلاثية بعد ما خسر مباراتين بنتائج كبيرة من منافسين من العربي والعروبة، عودته يعني كانت جيدة وعادت تقريبا إلى 70% الأمل لجمهوره في الصعود. فوز الخلود كان فوز مهم بدون شك. تعادل العربي بعد ما كان متقدم 2-0 كانت يعني نتيجة شوي مزعجة لمحبينه، يعني بعد ما كانت نتائجه جيدة في المباريات السابقة تعثر ثم عاد وقدم نفسه بشكل جيد، وصار يعني أصبح لعبة جماعي حتى في ظل غياب مهاجمة للإصابة أصبح كل الفريق يسجل الأهداف أمانة. يعني فريق العربي في الفترة الأخيرة كان فريق ممتع حتى على أرض الميدان. هجر للأسف من منافس الصعود قبل موسمين الآن يترنح موسمين وراء بعض، وأعتقد هذا الموسم يعني سيصبح يعني موسم الهبوط، يعني النتائج تتضح من خلال المباريات، كل مباراة جمهور هجر يؤملون بالفوز ولكنهم يتعثرون تعثرات يعني من فرق منافسة حتى في الترتيب. أعتقد هذه هي أبرز الجولة من وجهة نظري. طيب حنبدأ فيها مباراة في التفصيل وحتكون الأهداف. طبعا اليوم الأول ثلاث مباريات كان فيها 10 أهداف، بإذن الله ستكون حاضرة الأهداف معنا خلال الحديث مترافقة معنا. مثل ما أشرت نايف أنت قبل شوي، بالفعل كان مباراة بين متنافسين مباشرين الحقيقة، وحتى في اللقاءات المباشرة في حال التعادل ينظر إلى النتيجة بشكل كبير. هجر وبكرية كانت الحقيقة إن صحت العبارة مثل ما يقال في الرياضة كسر عظم بالنسبة للناديين، من يفوز هو يحيي الأمل. طبعا بكرية بلا شك باختلاف طبعا النقاط كان الأعلى في النقاط، لكن هالمباراة كانت تعتبر تنافسية كبيرة بين الفريقين. ربح الكابتن خليل المصري في أول مباراة له مع بكرية. صحيح أبو هزاع، طبعا مباراة كانت مفصلية لفريق هجر أو طوق النجاة لفريق هجر، لو كان انتصر كان يعني فرق النقاط أصبح 3 نقاط بينه وبين بكرية. بكرية بعد انتصار فرق بال9 نقاط، وهذه فارق يعتبر جيد لصالح بكرية، بداية موفقة للكابتن خليل المصري مع الفريق. طبعا شاهدت المباراة، كان بكرية يستحق الفوز، تحصل العديد من الفرص وتمكن من تسجيل الهدف في الشوط الثاني وتحقق الأهم في هذه المباراة. أشرت لأنه بالفعل النتيجة الهجر أثر عليه ما قبل موسمين الحقيقة، وهذا ملاحظ في كثير من الأندية اللي ما تتوفق، ممكن يكون انتكاسه في الموسم يعني التالي، لكن بالفعل الموسم الثاني أثرت النتيجة عليه. الموسم الماضي كان أحسن حال من الموسم هذا، يعني حتى صحيح أنه ما كان يعني جيد ولم ينافس على الصعود، لكنه ما كان بنفس الوضع الحالي. الوضع الحالي أعتقد أنها أصبح حتى بقاه صعب جدا. والبكرية حقق فوزان، يعني أعتقد البكرية أخذ اللي من المباراة، أنا تابعت المباراة، كان البكرية تقريبا إن لم أفوز لا أخسر،
كلام سليم، ولكن في النهاية خطف الثلاث نقاط على أرض هجر، وهذا يحسب للمدرب خليل المصري كأول مباراة له، وأعتقد أنه استغل التوقف وتعرف على الفريق بشكل جيد وطلع بنتيجة المباراة، وهذا الأهم. فيه نقطة أبو هزاع إذا تبغى أشير لها الآن، ولا من ناحية نادي الصفا أمانة يعني حنجيله إن شاء الله معنا في مباراة، حنجيله وحناخذ منك في تفصيل. هو فاز في ديربي القطيف بإذن الله تعالى، وحنتحدث عنه ونسعد بما تقول فيما يخصه. المباراة الثانية كابتن نايف، العربي والعين، يتقدم العربي بهدفين دون رد، ثم الشوط الثاني يصلح من أمورها العين ويدرك التعادل. طبعا عامل الجو كان مؤثر في المباراة، كان فيه رياح شديدة خصوصا الشوط الأول، استغل العربي ذلك في الدقائق الأولى وتمكن من تسجيل الهدف الأول، أضاع عدد من الفرص في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني تمكن من تسجيل الهدف الثاني. لكن القراءة الفنية الجيدة لمدرب العين الكابتن زوران صراحة، اللي دائما يحدث الفارق في الشوط الثاني وقراءة المباريات عكس مدرب العربي، يعني تغييرات مدرب العين كانت أفضل وأحدثت الفارق، ومدرب العربي كذلك التغييرات أثرت على فريقه هجوميا وتمكن العين من العودة المباراة وخطف التعادل. ممتاز. العربي والعين شت بعودة العربي بعد تراجع في النتائج، وأنه استطاع الفريق أن يكون كتلة واحدة رغم إصابة أبلاي هدافه، وهذا الحقيقة ملاحظ. حتى عصام القرني ما شاء الله من أكثر اللاعبين هدفين وهو في 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 المحور في 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 الوسط. ما الذي يعني خلينا نقول دعا العربي إنه مو بتنازل عن النتيجة الحقيقة بقدر ما بلا شك جودة من العين، لكن وش اللي صار في الشوط الثاني؟ والله شوف هزع، خلنا نأخذ العربي من بداية الموسم. أمانة العربي في عمل من الموسم الماضي كأول موسم في دوري يلو من سنوات، وكان تنافس أيضا كان تنافس العام الماضي مع نادي الرياض ومجموعة أندية، كان يتنافس بالصعود حتى يمكن الأمتار الأخيرة. هذا الموسم كان العمل نوعي والتعاقدات صفقات على مستوى عالي، يعني أبرز اللاعبين كانوا في العربي، الجميع رشح العربي، وأمانة هذا يحسب لإدارة العربي. في بداية الموسم أعتقد حقق سلسلة انتصارات، ستة أو سبع انتصارات، كان متصدر فترة الثاني فترة. إصابة المهاجم بلا يعني مهاجم لا يتعوض بدون شك، أثرت على مستوى الفريق حتى معنويا، تعثر الفريق، لكن الأمانة عادل الفريق وانطلق من جديد وقدم نفسه بشكل مميز. نستثنى المباراة الأخيرة مثل ما ذكر كابتن نايف، يمكن ظروف الجو، ظروف التوقف، أحيانا قراءات المدربين، لكن إجمالا أنا أعتقد أنها ما راح تكون إشكالية. بقي ست جولات، العربي قادر أنه يكون منافس شرس إلى آخر جولة. ممتاز. الصفا والترجي استمر قبل نروح للصفا أبو هزاع، العين لازم نعطيه حقه بلا شك. العين أمانة، العين والجندل ترى فريق جميل رغم نظر العين والجندل هذا الموسم فريق جميل الصراحة. إذا تبغى تعرف من يهزم المتصدرين أو المنافسين على الصعود شوف الجندل والعين. صحيح. هو أكثر فريقين عطلوا الفرق المنافسة على الصعود. صحيح. طبعا الصفا في الدور الثاني استثناء، أنا بأوصل طبعا الصفا، أنا قلت كأن الحديث قبل شوف هزاع، يمكن في معلومة البعض ما يعرفها، الصفا في الدور الثاني لم يخسر ولا مباراة، هو المتصدر بالنقاط من كل الفرق، الدور الثاني هو المتصدر، فاز في 8 مباريات، تعادل في 3 مباريات، جمع 27 نقطة، هو المتصدر مثل ما ذكرنا في الدور الثاني. الآن 4 فوز متتالي، الدور الأول يمكن البعض رشح الصفا للهبوط. صحيح. لكن تدخل إدارة الصفا في الدور الثاني أحدث الفارق، 3 تعاقدات في الفترة الشتوية. صحيح. أجانب على مستوى عالي، استقرار إداري، دعم حتى مع تغير الإدارة. صحيح. الإدارة عملها مميز مميز، أكملت عمل الإدارة اللي قبلها. الآن الصفا أنا أعتقد لو كان في متسع من الوقت والمباريات ربما ينافس على الصعود. ممتاز. الصفا يفوز في ديربي القطيف، وأيضا يزيد من صعوبة الوضع للترجي نايف. صحيح مثل ما ذكر الكابتن حماد، طبعا الصفا يعتبر من أفضل الفرق في الدور الثاني، لم يتعرض للخسارة، وأعتقد أنه جودة اللاعب الأجنبي في الصفا ساهمت بشكل كبير. طبعا أكثر تقريبا أغلب اللاعبين كانوا مع الصفا كانوا مع فريق الأخدود العام الماضي عندما صعد دوري الممتاز. الصفا يعيش حالة استقرار فني مميزة جدا، الترجي للأسف يعني في حالة سيئة جدا، نقرأ أنه فيها إلغاء عقود اللاعبين بسبب أمور مالية، كل هذه الأشياء تؤثر على فريق الترجي وتؤثر على مستوى فني للفريق، وأعتقد أنه الترجي راح يعلن نفسه أول الهابطين للدوري الدرجة الثانية. ممتاز. إحنا عندنا الحقيقة
طبعا نافذة التواصل مع مشاهدينا الكرام، تسعدنا هذه النافذة، نتشرف بها كثيرا. البث أساسا للمشاهد الكريم، فهالنافذة نسعد والله فيها مع كريم تواصل مشاهدينا الأعزاء. حناخذها على 5 مجموعات بإذن الله، حوالي 23 تغريدة حناخذها معنا بإذن الله على 5 مجموعات. خنروح من زملاء مخرجنا العزيز والقدير زميل ماجد المديفر، وفي إعدادنا زميل السعود هيف القحطاني. خنروح للمجموعة الأولى من تواصل المشاهدين الكرام. في السؤال الأول مشاهدنا عزام يقول: هل ضمن نادي البكيرية البقاء بعد فوزه على هجر نايف؟ نقطيا لسه باقي له يعني تقريبا 3 أو 4 نقاط، لكن فنيا انا اعتقد انه بكيريا راح يبقى خلال الجولات القادمه. وانا اضيف لما اشرت له نايف انه الايضاح، طبعا الترجي عشان يضمن البكيريا او احد البقاء لازم يصير ان رصيده من النقاط ما يقدر يوصل لها الترجي بحكم انه اخر الترتيب. الترجي حاليا 19 نقطه، في حال فوز الترجي في جميع المباريات المتبقيه 6 حيصير عنده 37 نقطه، والرصيد الحالي للبكيرية 32 نقطة ولأحد 31 نقطة، فلسه مسألة البقاء لم تثبت حتى الآن. اسمح لي ما نقيس على الترجي، الترجي في الأخير أقرب الأقرب لهم اللي هو هجر 23. نعم. هجر لو حقق 18 نقطة يصبح 41، بالتالي على أحد وعلى البكيرية أن يصلوا إلى 42. قبل ما تصلهم عشان تستبعد البكيرية لازم تناظر في الأخير، آخر واحد هبط، إذا مراحل اللي أعلى من هجر يوصل هالنقاط يصير في مأمن بالنسبة للبكيرية. صح. عندما يصل 37 صحيح حنرجع للمواجهات المباشرة بين الناديين ونقول ممكن أنه التوقف. طيب مشاهدنا الكريم الاسم القادم محماس، محماس اسمك جميل ويدل على الكرم من خلال يمكن حمس القهوة ربما هذا الاسم، مع أن الأسماء لا تعلن. عندك حماد الإجابة، هل فيه أحد من هجر والقيصومة والترجي قادر على إحداث المفاجأة والبقاء؟ شخصيا لا أعتقد، هذا رأي مشاهدنا الكريم، ماذا عنكم؟ هل النقطة الثانية، هل الجبلين والفيصلي والباطن قادرين على الصعود؟ أبو بندر، نقطة الصعود ولا البقاء؟ لا البقاء أول شيء. البقاء أنا أعتقد أنها أتفق معها، أصبح الموضوع صعب جدا، يعني أصبح تحت الضغط، كل فريق مطالب بالفوز أقل شيء في 5 مباريات من 6، هذا صعب جدا صعب جدا. مباريات أبو هزاع دوري الدرجة الأولى من بدايته صعب، المتصدر يخسر من متذيل الترتيب، ما بالك في الأمتار الأخيرة أن تجد فريق يحقق 18 نقطة، مستحيل. هل الجبلين وفيصلي والباطن قادرين على الصعود؟ أصبحت صعبة، لكن أعتقد الفيصلي ممكن، لأنه 42 طبعا، الفيصلي 44، الجبلين 43، والباطن 42، ربما فيه من الصعوبة. يمكن خسرت الجبلين الحقيقة مع الجندل ألقت بظلاله، وخسرت الباطن من العدالة. شوف حسابيا ما زالت الفرصة. صحيح. لكن أعتقد صعبة جدا. ممتاز. طيب مشاهدنا الكريم خالد العبدان يقول: الصعود هل انتصر بعد القادسية؟ وإن شاء الله أكون فهمتها. انحصر. هل انحصر؟ لا، هو طبعا ممكن تقصد أنه معي. طيب الخلود والعروبة والعربي والعداوة الفيصل حسب التسلسل، هذا يرى من وجهة نظره. الجولة 29 الفيصلي والعربي والعروبة والخلود، هل تتوقعون الترجي والقيصومة والدعاء الدوري؟ طبعا شوف القادسية يستاهل الصعود، لكن إن حسن ما راح ينتصر بالصعود، القادسية يستاهل وهو تاريخ وأول نادي من أنديتنا حقق بطولة آسيوية، الكأس الآسيوي، فيستاهل القادسية ربما على الترتيب الحالي مثل ما أشرت أنت بالفعل. العربي والعروبة وأيضا الخلود والعداوة الفيصلية ربما تكون لديهم الأمل. هل تتوقع نايف أنه الترجي والقيصومة هو الدعاء الدوري؟ تقريبا نعم، يعني بالإضافة إلى المباراة القادمة لهجر راح تكون مفصلية مع العين، قد تعلن كذلك يعني بنسبة كبيرة مرشح الثالث الهبوط اللي هو فريق هجر. طيب مشاهدنا الكريم القادم رائد، عندك نايف الإجابة، هل العربي قادر أنه يصعد؟
بكل تأكيد طبعا العربي لديه القدرة الفنية المميزة، لاعبين مميزين، يمتلك لاعبين مميزين، وكذلك لديه ما شاء الله رئيس نادي قادر على الضخ المالي والمكافآت، وهذا اللي يحتاجه اللاعبين في الفترة الحالية. فأنا أرشح العربي صراحة من يكون ضمن الصاعدين لدوري الراشن الموسم هذا. رائد أيضا له تساؤل ثاني عندك زميل حماد، القيصومة هو حجر إلى الدرجة الثانية، هي تساؤل بنسبة 80% إلى 90% بعد، أعتقد أن خلاص يعني المباراة أصبحت صعبة جدا. طيب المباراة اليوم الثاني كان فيها الخلود وأحد، فاز الخلود بهدفين دون رد، والعدالة يفوز على الباطن بهدف مقابل هدف واحد، والقادسية يفوز على جدة بثلاثة أهداف دون رد. حماد، الخلود يستمر في صورته الزاهية هالموسم الحقيقة، ويفوز على أحد بهدفين دون رد. مثل ما ذكرت أبو هزاع وأشدنا بإدارة العربي، نشيد بإدارة الخلود أمانة. صحيح. الموسم الماضي وقبل الماضي، يعني لا تنسى أن الخلود يعني يمكن هذا أول صعود في تاريخ الدوري يلو. صحيح. خلال سنتين حاول، السنة الأولى كان موسم صعب جدا تتذكر، وخشية البقاء من عدم البقاء. صحيح. صحيح. وكانت انطلاقته بعد تغيير المدرب كنت تتذكر. صحيح. وصل إلى مركز متقدم. الموسم الماضي يعني كان متوسط، الموسم هذا قدم نفسه بشكل يعني أكثر متفائلين ما يتوقع، محبين الخلود ما يتوقع يقدمه هذا الموسم أمانة. مباريات كبيرة يكسبها خارج الأرض، يكسب سلسلة انتصارات، أجانب على مستوى عالي، تدخل في الوقت المناسب، تغيير الجهاز الفني، مدرب على مستوى عالي، حضور الإدارة، قربها من اللاعبين، الحوافز المادية من المكافآت، كل هذه الأشياء أنا أعتقد أنها عوامل تساعد أي نادي على الصعود. وأعتقد أن الخلود بقيادة الأستاذ محمد الخليفة أبو عادل قادر على الصعود. ممتاز. التساؤل القادم أيضا، لا قبل التساؤلات أنا والله قلبي دائما مع المشاهد وهو رأس مالنا الحقيقة، أسألك عن الخلود نايف ومستوياته الجيدة وخسارة أحد، وهي الخسارة رقم 11 له في الدوري. طبعا الخلود يعيش حالة فنية مميزة جدا الموسم هذا، ومثل ما ذكر الأستاذ حماد طبعا العمل الكبير اللي يقوم به الأستاذ محمد الخليفة، وكذلك وجود لاعبين أجانب مميزين ولاعبين كذلك محليين أحدثت الفارق مع الفريق. طبعا أنا شاهدت المباراة، للأمانة كان أحد من لا يعني مقدم مستوى مميز، حتى الدقيقة 40 تعرض لحالة طرد أثرت على. صحيح. على المباراة، يعني استغل الخلود حالة الشرود الذهني 5 دقائق مع نهاية الشوط الأول، استطاع تسجيل هدفين وحافظ عليها إلى نهاية المباراة. أحد للأمانة يعني فنيا قاعد يقدم، صحيح أنه النتائج مو قاعد يحقق نتائج جيدة، لكن فنيا قاعد يقدم مستوى جيد مع مدربه الصربي. ممتاز. العدالة في حفر الباطن، فاز على الباطن، الباطن اللي كم تذبذب النتائج بعدين استمر في حالة الفوز، انتعشت آماله بالعودة، عاد وخسر من العدالة على أرضه. كل الفريقين أبو هزاع بالنسبة لي محيرين هذا الموسم. العدالة في البداية كانت يعني توجهها واضح للصعود، مر فترة صعبة وتعثر، ويمكن أعتقد فرط في أكثر من نقاط مع فرق حتى غير منافسة. الباطن ينطبق عليه ما ينطبق على العدالة، بدأ بداية متعثرة، تحسن وضعه، نافس على الصعود في الجولات الخمس الأخيرة، كان منافس شرس، لكن مثل ما ذكرت عاد إلى التعثر في الجولة الأخيرة. العدالة حقق فوز مهم خارج أرضها، الآن الأمال عادت العدالة، يحددها المباراة القادمة. إن فاز العدالة في المباراة القادمة أعتقد أنه سيكون منافس شرس حتى الجولات الأخيرة، لكن إن تعثر حتى لو بالتعادل أعتقد سيخرج من الحسبة. القادسية بعد تعثرين مستفيدا أيضا من رصيدها سابق في النقاط، نايف فاز على جدة في جدة. نعم طبعا القادسية الفوارق الفنية واضحة كانت مع في مباراة مع فريق جدة، استطاع
من الانتصار وتحقيق 3 نقاط. طبعا جدة ترى يعتبر من أفضل الفرق فنيا، يعني لو رجعنا نتائجه قاعد يحقق نتائج مميزة جدا، وخصوصا أنه انتصر على فرق كثيرة منافسة على الصعود. أنا أضيفه للفريقين ذكرها أستاذ حماد، يعتبر من الفرق المؤثرة هو الصفا والجندل اللي ذكرها أستاذ حماد، أنه يعتبر من فرق العين والصفا، وأضيف لهم جدة أنه من الفرق اللي مميزة جدا فنيا وتحدث الفارق بقيادة الكابتن ماهر الشمري اللي من بداية الموسم قاعد يحقق نتائج جيدة. ممتاز. المجموعة الثانية من تواصل المشاهدين الكرام عبر منصة إكس، نسعد بالذهاب لها. وفي أول التساؤلات من المشاهد الكريم أبو سعود يقول: أبو عادل والخلود قصة نجاح تحتاج إنصاف من البرنامج وشكرا لكم. هو طبعا يشير للأستاذ محمد الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي الخلود، يستهلون الإنصاف. وبسعود البرنامج بكبره عاملينه ومن فيه ذهبنا تقديرا لهالجهد الحقيقة قبل حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر كنا في مقر نادي الخلود من محافظة رس، وبثينا من مقر النادي بإمكاناته الحقيقة البسيطة، لأنه قادر يقدم مستوى أكثر من جيد. فهذا من الإنصاف ما يشيد به الضيوف اليوم وضيوف في الحلقات السابقة بالخلود وبعمل أبو عادل وزملائه في مجلس الإدارة، هو الحقيقة من الإنصاف ويستحقون والله الكثير. أيضا أبو سعود يقول: السلام عليكم. سؤال للضيوف: رأيكم في منظومة الخلود الهجومية والدفاعية، هل قادر أن يستمر بالعقلية هذه وقت الحسم حمد؟ والله شوف، المنظومة الدفاعية متميزة هذا الموسم، وحتى الموسم الماضي والموسم اللي قبله الخلود من أقل الفرق اللي عليه حاليا 24 هدف في 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 28 جولة مميز. حتى الموسم الماضي والموسم اللي قبله كان حتى مستوى متأخر في الترتيب كان متميز دفاعيا، لكن هي المشكلة أحيانا تكون في الحلول الهجومية. المباريات القادمة صعبة وتحتاج أنصاف الفرص أنك تترجمها. الخلود تعاقد مع مهاجم الرياض الموسم الماضي نيكولا، كان من أحد الهدافين، لكن أعتقد حتى الآن لم يسجل يمكن هدف أو في مباريات كثيرة ولم يتوفق. المباريات القادمة تحتاج مثل ما ذكرت لك اللاعب الكبير يظهر في مثل هذه المباريات. الخلود يحتاج أن يكسب على الأقل 4 من 6 مباريات حتى يضمن الصعود، بالتالي يجب أن يستغل كل الفرص. ممتاز. التساؤل معك نايف مشاهدنا الكريم القادم: هل القيصومة قادر على البقاء موسم ثالث على التوالي؟ يشير من حيث طبعا صعوده لنا في دوري يلو، هو له موسمين صاعد معنا. تساؤل مشاهدنا الكريم: هل القيصومة قادر على البقاء موسم ثالث؟ أنا ما أعتقد. طبعا القيصومة خلال السنتين الماضية نفس الحال، قاعد ينافس على الهبوط سنتين والآن السنة الثالثة. رقميا الأمل لا زال موجود لديه، لكنه فنيا أنا أشوف أنه الفرق في فرق أفضل منه، وأعتقد أنه راح يكون ضمن فرق الهابطة. ممتاز. طبعا هذا الموسم الثاني لها، الموسم الثالث يقصد في العام القادم الذي يليه. ماجد أخذنا كل تغريدات المشاهدين، أعطونا تغريدة المشاهد الكريم اللي سأل عن القيصومة، يعني ما باقي إلا هو أعطونا الله يعافيك. ثم بعده نذهب، كانت جاهزة التغريدة ماجد؟ هذا هو، لا هذا أبو سعود، خلصنا من أبو سعود. بعد أبو سعود عندنا طيب ما عليه، صار يصير معنا جاهز. تركي الرمالي يقول: متى يبدأ الموسم القادم بالتاريخ الهجري؟ والله حتى الآن ما تحدد تركيا طبعا انطلاقة الموسم، تحدد قريبا بمشيئة الله، لكن الغالب يبدأ في منتصف شهر أغسطس، طبعا بحكم أنه في 30/5 ينتهي الدوري الموسم هذا، فحيكون شهرين عند الأندية اللي هي توقف الإجازة اللعيبة، هو غالبا يكون في منتصف شهر أغسطس، وهو دوري يلو غالبا يتحدد بالتزامن مع دوري روشن مع حسب البدايات، حسب تنسيق للملاعب وتنسيق لكثير من الأمور، فهو قريب من الحقيقة نادي روشن. القيصومة، هل القيصومة قادر على البقاء موسم ثالث؟ الزملاء إن كانت جاهزة. هو أيضا تركي الرمالي: متى يبدأ الموسم؟ ولا نروح ماجد للتغريدات الفقرة التالية.
لا عن الأخوان لا. طيب على كل في مباراة في مباراة الصفا والترجي كانت المنطقة الشرقية مثل ما تعرفون الأسبوع الماضي على موعد الحقيقة مع أمطار ورياح شديدة، كثير من مناطق المملكة كانت فيها الحقيقة الرياح والأمطار الشديدة، لكن على ملعب المباراة في صفوة كانت الأمطار شديدة، أحد اللعيبة أصيب فاستدعي أخصائي العلاج الطبيعي للتدخل، ولكن وش اللي صار؟ طيب بالنسبة لهذا طبعا الإيضاح تينا الآن بداية الموسم القادم مثل ما توقعنا أنه من منتصف الشهر أغسطس في 19/8 بإذن الله حيكون 19/8/2024 بمشيئة الله تعالى حاضرا لانطلاق موسمنا الجديد. كل الشكر والتقدير سيد عبد الله سالم رئيس مجلس إدارة نادي الجندل واحد الكفاءات الجميله الحقيقه الشابه بالهجري يبغى بالهجري 16/0. طيب هذا لك يا تركي 16/0 16/2/1446 اذا 19/8/2024 من الميلاد باذن الله وموعد انطلاقه الدوري القادم بمشيئه الله تعالى. اليوم الثالث كان في مباراه القسومه والفيصلي، فوز للفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، والنجمة والعروبة التعادل السلبي، والجندل والجبلين فوز الجندل بهدف، 4 أهداف في اليوم الثالث، حتكون مترافقة معنا بإذن الله خلال الحوار. نايف الفيصلي أواخر الوقت يأخذ النقاط من القيسومة في حفر الباطن ملعب نادي القيسومة. طبعا الفيصلي من الفرق اللي متفاوتة مستوياته، مرة ينتصر في مباراة تحصل في المباراة اللي بعدها يعني يتعثر. طبعا بقيادة الكابتن المميز سوزا اللاعب البرازيلي اللي قاعد يسجل أهداف ويحقق النتائج مميزة لفريق الفيصلي، استطاع من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، ثم عاد القيصومة في الشوط الثاني كذلك، لكن بآخر الدقائق استطاع الفيصلي من استغلال خطأ من حارس المرمى في إبعاد الكرة استطاع اللاعب سوزا بتسجيل الهدف واقتناص 3 نقاط، عادت جزء من الأمل لفريق الفيصلي المنافسة على أو اقتراب من فرق المتنافسة على بطاقات الصعود. ممتاز. طيب النجمة والعروبة التعادل السلبي زميل حمات. أنا أعتقد العروبة فرط في بعد فوز على القادسية، الجميع توقع أن العروبة خلاص يعني يمكن يقترب من الصدارة، أصبح الفارق أعتقد وصل إلى 3 نقاط، لكن تعثر أمام الصفا وتعثر أمام النجمة بالتعادل. الدور الثاني العروبة يعني أعتقد فرط في المهاجم، انتقل المهاجم أعتقد إلى نيوم أعتقد مهاجم الفريق بزيارة أعتقد إيه، فأعتقد أنه يعاني من بعض الضعف الهجومي في الدور الثاني، حتى لو حقق الفوز في بعض المباريات المفتوحة، في مباريات أبو هزاع أنت تستطيع تكسبها بسبب المنافس، يعني القادسية كان لعب مفتوح، القادسية كان يكسب في الفوز المباراة في أرض القادسية، لكن في المباريات اللي تحتاج أنك أنت اللي تبادر وأنك اللي تهاجم العروبة جالس يتعثر. فالمباراة القادمة مفصلية العروبة بعد التفريط في الجولتين القادمة، إذا أراد المواصلة في المنافسة أنا أعتقد المنافسة 5 فرق ما هي بسهلة أنك تخسر وتفرط، إذا تبغى تصعد يجب أن ما تفرط في أي نقطة. الجندل نايف يفوز، أنت محايد معنا لكن يفوز على ناديك الجبلين بهدف.
صحيح طبعا المباراة ما شاهدتها طبعا ولا أعيدت إلى الآن. من وجهة نظري أن الجبلين يعاني بشكل كبير جدا خصوصا من الدورة الثانية ومن فترة الشتوية وبعد تغيير الكابتن مدرب لافاني أحدث هبوط شديد في مستوى الفريق، أصبح كذلك هبوط عالي في مستوى اللاعبين الأجانب. الجبلين يعاني بشكل كبير. الجندل أعتقد بعد 7 جولات استطاع العودة للانتصار واقتناص الثلاث نقاط، وتقريبا 3 نقاط كانت مهمة للجندل لإعلان تقريبا بقائه في الدوري. ممتاز. طيب نستكمل الإجابة الحقيقة عن تغريدات المشاهدين الكرام. قلنا قبل شوي أنه أبو سعود كان تساؤله، وأيضا عبد الله الحنيني. طبعا إحنا الحقيقة يعني فرحين مجموعة من المشاهدين الكرام الثابتين الحقيقة معنا ومحبين لدوري يلو وتساؤلاتهم الجميلة الجيدة. عبد الله الحنيني يقول سؤال لك الأستاذ خضير، هل في أحد سيغيب في قمة الجولة الخلد والعروبة؟ ترك بطاقات من الفريقين. شوف عبد الله، حتى في الدوري الممتاز ترى ما فيه رصد رسمي معلن من قبل الرابطة للبطاقات واللعيبة اللي مهددين بالإيقاف، يمكن إحصائيات أوبتا هي اللي يتم اللجوء لها بالنسبة للدوري الممتاز. أيضا في دوري يلو نفس الطريقة، برغم طبعا الدوري الممتاز نقل كامل المباريات، الحمد لله احنا في دوري يلو أيضا منقول كامل مبارياتنا، رغم أنه منقول كامل مباريات وبعدد كبير من الكاميرات، لأن أحيانا قد يخطئ الرصد في لاعب، الحكم الكاميرا كانت على لاعب معين هو أبرز الكارت للاعب معين، يجب العودة إلى السكور سكور الحكم لمن قيدت البطاقة. حتى الآن ما في الحقيقة شيء، لكن رابطة أندية الأولى تعمل الحقيقة على موقع كبير جدا وهام للدوري، وكامل إحصائيات من ضمنه ربما من ضمنه البطاقات الصفراء اللي يحصل عليها كل لاعب في ابتداء من الموسم القادم. لذلك ما في أحد الحقيقة، وهذه تعتبر أيضا من الأسرار في الأندية، عشان من يحتاج ما يحتاج من لعب مهدد بالإيقاف على مين تحتاج أنت، فما في شيء حتى الآن، وإن شاء الله أن يكون أجبتك. مشاهدنا الكريم الجنوبي ونسعد به أيضا، السلام عليكم ومساءكم سعادة، الله يمسيك بالنور والسرور ومساءك سعادة كذلك بإذن الله. يقول تنفس جمهور القادسية الصعداء وعاد الفريق لسلسلة الانتصارات. الزملاء رحنا لتغريدة الجنوب لسلسلة الانتصارات، سكة الانتصارات من جديد أمام فريق جدة، وخاطب الفريق جمهوره بأغنية واثق الخطوة يمشي متصدرا، وسأل الضيوف الكرام لماذا أنت تصدارة لا تثبت على مستواها التصاعدي، وما أن تفوز مبارتين أو 3 إلا وقد تراجعت للوراء. حمد، نقطة عدم الاستمرارية. نعم، عندي تصدر دوري يلو أبو هزاع، البعض متوقع أنك طالما أنت تملك مثلا المال أو حققت سلسلة انتصارات 3 أو 4 مباريات أنك تستطيع الفوز والصعود. أعتقد الدوري صعب جدا، طريقة لعبة معقدة، حتى مع التطور اللي حاصل فيه مع المدربين المميزين مع اللاعبين المميزين، لكن دوري تنافسي بشكل ما حد يتوقعه. أنا يمكن أتحدى أن تجد مباراة المتصدر مثلا يلمع فريق، على سبيل المثال الفرق الثلاثة الأخيرة الآن، هجر والقيصومة والترجي، وتجزم فوز الفريق المتصدر أو الفريق الثاني، مباريات صعبة أبو هزاع. فعدم الاستقرار أحيانا يمكن لها أسباب ثانية، مثلا إيقافات اللاعبين، التوقفات في بعض الدوري أحيانا تمر فترة توقفات، التنقلات أحيانا بعض المطارات، حتى بعض الفرق ترى تمر معاناة التوقف في منطقة والانتقال منطقة صحيح. أخرى، فأكيد أسباب كثيرة أبو هزاع. طيب مشاهدنا الكريم، طبعا السؤال القادم أشرنا في قبل شيء أنه ما شاهد المباراة حكونا من نقلت مباشرة، وقال أنه ما عيدت. في 4 تساؤلات قادمة بخصوص هالمباراة، مباراة الجندل والجبلين، صدورنا مفتوحة للجميع تلقي ملاحظاتهم لما يبث في القناة السعودية الرياضية، وهذا هو الحقيقة ديدا هيئة إذاعة والتلفزيون، نحن ملك المشاهد الكريم. من أجل ذلك الحقيقة نستعرض تغريداتكم الجاية واستفساراتكم ونجيب عليها. هذا سعد يقول ليه ما تم نقل مباراة الجبلين، ثم يشير مشاهد كريم آخر يقول تكلمت عن بيان الحكام حق أحد وسكت عن كارثة عدم نقل مباراة الجبلين والجندل ليش. طيب مشاهدنا الكريم أبو حمود الفديد، وبالمناسبة
أبو حمود، هو نسعد بكريم تواصله، هو والد الكابتن حمود الفديد الشمري لاعب نادي الجندل ومهاجمه. لماذا لم تنقل مباراة الجندل والجبلين يوم أمس؟ K10، لماذا لم يتم نقل مباراة الجبلين ضد الجندل؟ طيب خلونا طبعا اوضح لنا، طبعا اخذنا هالاسئله تساؤلات ترى حطنا فيها ادارتنا العزيزه، ومثل ما قلت لكم الاداره قريبه منكم وقريبه وعلى مسافه واحده من جميع الانديه، كل الانديه والله العظيم هذا انا احلف والله العظيم كلها على مسافه واحده منها اداره القنوات السعوديه الرياضيه، ما في فرق بين الانديه. الصوره اللي كانت في ما يخص مباراه الجندل والجبلين، طبعا ثلاث مباريات كانت في يوم الاربعاء، عصر كان عندنا مباراة اللي هي الزلفي والدرعية ما عندنا إشكالية فيها، انتهت المباراة حوالي 6:15 مساء. كان في المجدول مباراة المجدولة كانت النجمة والعروبة الساعة 7:05 والجندل والجبلين 7:25 والقيصومة والفيصلي 8:45. القيصومة والجبلين تواصلوا قبل مباراتهم بحوالي يومين أو ثلاثة أيام مع لجنة المسابقات في دوريا وطلبوا تقدم مباراتهم ساعتين، وافقت اللجنة مشكورة على أساس أن الفريق الفيصلي ما ينتظر طبعا أجار يوم كامل بالنسبة للفندق ويغادر بدري، بل يغادر مثلا من حفر باطن إلى حرمة والله حول الساعة 12 بالليل ويغادر ممكن الساعة 8 المساء. فهالتغيير أربك المواعيد، ليش؟ لأنه طبعا صح كرة القدم هي الشعبية الأولى في المملكة، وصح أن القنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لدوري يالو، لكن أيضا القنوات السعودية لديها مسؤوليات أخرى تجاه الألعاب المختلفة في المملكة. رياضة الوطن متكاملة، هو القناة تحاول أن تقدم مساهماتها الوطنية في هالمجال. من أسبوع كان هناك بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، والقنوات الرياضية هي الناقل أيضا الحصري لهذه البطولة. ويوم الأربعاء الماضي كان هو يوم التتويج، و مباراة طبعا الختام كانت بين الخليج والهلال، وكان يفترض لها أن تكون الساعة 6:00 مساء، والحقيقة ما أدري شو الأسباب خلت آخر مباراة انطلقت 6:30. في كرة الطائرة تعرفون ما في وقت معين، هي تمشي على الأشواط، أحيانا يزود عليك الوقت وأحيانا ينقص. المباراة ما شاء الله الفريقين رغم أن الخليج حصل على البطولة إلا قبل المباراة، إلا أنها مباراة ما شاء الله كانت قمة في كل شيء وصارت أربعة أشواط، فكان المأمول أن تنتهي بحدود الساعة ساعة وربع يكون مقدور القناة أن تنقل مباراة الجندل والجبلين اللي كانت الحقيقة يعني على موعدها 7:25. القناة طبعا انقلت مباراة النجمة والنجمة هو العروبة مثل ما قلنا على موعدها، وانقلت القيصومة بعد تقديمها مباراة القيصومة لأن صارت الساعة حوالي 6:15 5:45. صار هنا عندنا طبعا عندنا ثلاث قنوات فقط، صار عندنا إشكالية في التوقيت. حاولنا أنه والله يكون البث أنه على أمل تنتهي البطولة بطولة الطائرة بشكل يعني مبكر، ما انتهت البطولة. هذا وضع المباراة الجندل والإيضاح الكامل لها، إدارة القنوات على مسافة واحدة من الجميع تقدر الجميع، وبإذن الله بإذن الله اليوم الساعة 8:30 مساء، اليوم الجمعة الساعة 8:30 مساء إعادة المباراة كاملة على القناة السعودية الرياضية الأولى، هذه الإعادة الأولى. بالنسبة للمشاهد الكريم اللي والله يقول أنه طبعا قلت تكلمت عن بيان الحكام حق أحد، لازم نفرق الله يحفظك بين ما بين حساب شخصي في منصة إكس اللي هو لأخوك أخضير، وبين طبعا أنه أمثل وجهة نظر القناة. القناة لها حساب ولها متحدث رسمي بإمكانها ما يخصها أن تحدث عنه، والبرنامج ما يعني ما كان في ذاك الوقت بث. الآن بث البرنامج احنا نسقنا مع الإدارة وبلغناكم وجهة النظر. منصة إكس ناديك المفضل اللي أنت تشجعها وكل الأندية لو أعلنت بيان في أي شأن يخص أندية الأولى، تأكد أنه حنكون بإذن الله معلنينه. هذه وجهة النظر الكاملة للمباراة، ومرة ثانية الساعة 8:30 المساء بإذن الله العرض الأول للمباراة، وإعاداتها أيضا حنعلنها بإذن الله في قادم الأيام. طيب خلنا نروح للتساؤل القادم. أبو سعود يتساءل، هذا عندك نايف، سؤال لنايف وبصفته إداري سابق بالجبلين، يقول وش قصة الجبلين والانهيار اللي يصير له بالدور الثاني العام والموسم هذا، وبصفته إداري يملك الخبرة 6 مباريات، ماذا ينصح إداريين الأندية المنافسة بالتعامل مع أوقات الحسم؟
أبو إبراهيم. طبعا الجبلين العام الماضي ما كان من الفرق المنافسة على الصعود، الجبلين العام الماضي أنهى الدوري بالمركز العاشر تقريبا. الموسم هذا أنا من وجهة نظري مثل ما تكلمت أنه نقطة التحول كانت تغيير الجهاز الفني السابق للسيد لافاني اللي كان محقق نتائج إيجابية مع الفريق، كذلك الهبوط الشديد في مستوى اللاعبين الأجانب خصوصا يعني الحارس يزيد أبو ليلى، الكابتن رايحي، العديد من اللاعبين الأجانب مستواهم ما كان مثل بداية الموسم. هذا اللي ساهم بشكل كبير انه ابتعاد الجبلين في الدور الثاني عن المنافسه، بالاضافه الى استقطابات الفتره الشتويه ما احدثت الفارق مع الجبلين خلال هذا الموسم. بالنسبه للست مباريات القادمه انا اعتقد انه تحتاج الى تجهيز اللاعبين واحتياجات اللاعبين خارج الملعب بحيث يكون تركيز اللاعب فقط داخل ملعب واداء التدريبات. الشيء الثاني والشيء المهم اللي هو التحفيز بالمكافآت الماليه وصرفها بشكل مباشر بعد نهاية المباراة. الشيء النقطة الأخيرة اللي في بعض المباريات تحتاج فيها أنك ما تخسر، يعني لو ما فزت ما تخسر، يعني التعادل يكون من صالحك. يجب أنه يعني من وجهة نظري أنه إدارة النادي مثلا تضع مكافأة حتى للتعادل، لأن بعض اللاعبين يعني لما يكون في مكافأة فوز يطمع شوي يعني يندفع فممكن أنه يخسر الفريق، فحتى التعادل إذا كان مفيد أنه أضع فيها مكافأة بحيث أني أحافظ على مركزي في أحد المراكز الثلاثة اللي هي بطاقات الصعود لدوري روشن. ممتاز. طيب تركي الرمالي تساؤل لك حماد مشاهدنا الكريم، يقول لماذا تراجع مستوى نادي الجبلين ومن تتوقعون راح يصعد مع القادسية؟ والله شوف تراجع مستوى الجبلين يعني أنا أعتقد الآن الجبلين له قصة مع الصعود، تقريبا الآن 4 مواسم والجبلين يصل إلى الأمتار الأخيرة ويفشل. ربما الموسم الماضي هو أبعد موسم من المنافسة على الصعود، يمكن تأخر من بداية الدوري ما كان جيد الجبلين، لكن هذا الموسم أعتقد أنه كان منافس شرس، الفرق ما كانت واضحة في البداية، أعتقد كل الجميع يمكن القادسية اللي كان واضح للجميع، لكن بقية الأندية بدليل منافسة العروبة ما كان يتوقع حتى أن ينافس العروبة ولا الخلود يتوقع أن ينافس. لكن أعتقد الجبلين يعني أهل مكة أدرى بشعابها، يعني أنا لست قريبا من الجبلين ولا أعرف وش يحدث فيه، لكن أحيانا مثل ما ذكر الكابتن ممكن تغيير المدرب. أنا أعتقد أحيانا الإدارات تطمع تقول لك مثلا أنا أقدر أصعد، ولكن أحيانا التعادل. أنا أتذكر الموسم الماضي أحد الفرق كان ترتيب الفريق من الفرق المقدمة لكنها كان تعادلاتها أعتقد 10 تعادلات، أقال المدرب ونافس على البقاء. أحيانا التعادل موفشين يعني. طيب اللي موفشين أيضا نستمر في تساؤلاتكم الكريمة والتساؤل القادم مشاهدنا الكريم، اللي يمكن أنا بكرت قبل شوي بتساؤله، وهل القيصومة قادر على البقاء موسم ثالث على التوالي نايف؟ مثل ما ذكرنا قبل شوي أنه القيصومة يعيش حالة فنية ليست جيدة، في فرق أفضل منه فنيا، فأعتقد أنه صعب بقاء الموسم هذا. ممتاز. تركي الرمالي اللي قلنا تساله متى يبدأ الموسم القادم بتاريخ هجري، وأشرنا له أنه يبدأ في 19/8/2024 والموافق ل 16/2446 من الهجرة بمشيئة الله تعالى. محور آخر، طبعا احنا نعرف من خلال متابعتنا لدوري الدرجة الثانية انه نادي الجبيل كان اول من اعلن صعوده، ثم تبعه نادي نيوم النادي الصقور سابقا، ويوم اول امس الاربعاء اعلن نادي الزلفي عن صعوده لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من 55 عام. في النادي تأسس عام 1969، أفرح قلوب محبيه بلا شك، أفرح أهالي الزلفي اللي كانوا الحقيقة يتأملون من النادي أنه يكون في خطوات متقدمة. كانت مباراة إن كنتم تذكرون مباراة الزلفي والهلال قبل كم الحقيقة قبل موسمين أو 3 مواسم، كانت انتعاشة كبيرة للرياضة في الزلفي. الآن بإذن الله هذه الانتعاشة ستستمر مع صعود نادي الزلفي مشيئة الله تعالى. جماهير غفيرة محبة لناديها داعمة، رجال أعمال محبين لرياضة وطنهم من خلال محافظتهم، كل الجهود الحقيقة تضافرت لصعود نادي الزلفي اللي كانت المباراة قمة في الحضور الجماهيري. أفرحنا هالحضور حتى على جزء من سلسلة جبال طويق نايف، مثل ما نشاهد الصورة
الجماهير متابعة لناديها بعد أن طبعا فاز في المباراة الأولى على الدرعية في الرياض 3 أهداف دون رد، والتعادل كان في مباراة الإياب في الزلفي. صحيح، بالبداية نبارك لنادي زلفة رئيس النادي وجماهيره والأجهزة الفنية والإدارية، طبعا عملوا عمل كبير صراحة. أنا شاهدت مباريات الزلفة مع فريق النيوم، كذلك مباراته مع الدرعية، فريق مميز جدا يمتلك لاعبين مميزين محليين كانوا أصحاب خبرة في دوري الدرجة الأولى مثل الكابتن مشاري جديع، اللاعب المميز جدا صراحة الكابتن ماهر مطيري، بالإضافة إلى اللاعبين أجانب أحدثوا الفارق مثل اللاعب تاكو اللي كان مع فريق الجبلين. للأمانة الزلفي كان من الفرق اللي قدموا مستويات فنية خلال الموسم هذا، ويستاهلون أهل الزلفي، ومبارك لهم، مبارك كذلك لفريق الجبيل وفريق نيوم بطل الدوري بعد تحقيق لهم في مباراة الأمس. وفريق الجبيل صراحة كذلك يستاهل التهنية، لأنه فريق صعد من العام الماضي من الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الدرجة الثانية مباشرة إلى الدوري اليلو. يستاهلون التهنية، احنا كان طبعا نسقنا يستاهلون التهنية رئيس النادي، أهل المحافظة، اللاعبين، الزملاء الإعلاميين في المحافظة هناك، كل التهنية لكم. نسقنا مع الأستاذ أحمد المعيجل، أحمد بن سعود المعيجل رئيس النادي، أن يكون معنا في تداخل هاتفي، لكن الآن رحلته من تبوك إلى الرياض، فهو في الطائرة الآن، لا نستطيع التواصل معه هاتفيا. طبعا حضر البارحة التتويج واستلم الميدالية البرونزية مع نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لنادي الزلفي، ونادي الجبيل كان ثاني الترتيب، ونادي نيوم هو بطل درع الدرجة الثانية. كانت السعادة كبيرة الحقيقة بصعود نادي الزلفي للجماهيرية الكبيرة يحظى بها النادي، والشغف اللي احنا نلمسه من أهالي المحافظة. جميل هذا التنوع أبو هزاع في مناطق المملكة الحبيبة، الملاعب موجودة، المنشآت موجودة، الأندية موجودة، المحبين، يمكن لاحظت شعبية كبيرة، كثير من الرياضيين اكتشفنا تفاعلهم وميولهم مع هذه المباراة ومع هذا الحدث. وهذه المناسبة أبو هزاع أنا أبارك الأصدقاء الزملاء، رئيس النادي أبو سعود أحمد المعيجم، رئيس نائب الرئيس الأستاذ بندر البداح، الأستاذ علي الشايع عضو مجلس الإدارة، من الزملاء الإعلاميين أبو عبد الله صالح الحمادي، الزميل عبد الرحمن الثنيان، الصديق عبد المجيد الحميدي، الصديق نواف الفالح، كل محبين الزلفي يستاهلون التهنية والتبريكات، وإن شاء الله يكون الزلفي رقم صعب في دوري يلو ومنها للدوري الممتاز إن شاء الله. يستاهلون التهنية والتبريكات، احنا كنا أعلننا الحقيقة عن من يرغب من التهنية لنادي الزلفي اللي استطعنا أنه نأخذه، لأن الحقيقة الكل لهم التقدير والمحبة والمودة، اللي استطعنا أن نأخذ يمكن 3 تغريدات الحقيقة في في فيها الناحية. أولها للأستاذ محمد البدر وهو الرئيس السابق لنادي الزلفي ورئيس السابق أيضا لنادي الفروسية في الزلفي، أحد الفعاليات الاجتماعية والتطوعية الكبيرة في محافظة الزلفي والرياض، ما شاء الله تبارك الله عليه، دائما حاضر بكل ما يخدم مدينته ورياضة المملكة. هلا وغلب الغالب وهزاع، شاكر ومقدر إتاحتك لمحب نادي الزلفي المشاركة في إبداء مشاعرهم مناسبة الصعود لدوري يلو، الإتاحة من القناة السعودية الرياضية للجميع أبو رياض، ألف مبروك، تستاهلون كل الخير. أيضا هنا عبد الله بن مقحم المقحم أحد الرياضيين المحبين لناديهم، شكرا أخي الغالي أخضير، وألف مبروك للزلفي الصعود لدوري يلو، أنت رجل محبوب ومنصف تستحق التحية والاحترام. هناك العديد من الحقيقة التهاني يمكن وصلت بس متأخرة علينا احنا شوي، والجهاز فل الآن من التغريدات اللي موجودة، ما تبقى والله معنا إلا 5 دقائق أجدد فيها التهنئة الحقيقة نادي الزلفي، يستحقون الزملاء كل التقدير. هناك زملاء إعلاميين، محطة الزلفي تسخر بالعديد من كبار الإعلاميين على مستوى المملكة، الأستاذ عثمان العمير، الأستاذ عبد الرحمن الراشد، قامت أستاذ صالح الحمادي، أستاذنا الفاضل القدير والعزيز، العديد والعديد من الأسماء الحقيقة اللي موجودة، والشباب القادم أيضا على يعني الساحة من الزلفي، زميل علي الصحان، زميل خالد العطالة، مجموعة من الزملاء الحقيقة الكفاءة لهم التقدير والمحبة والمودة واللي يستحقون، وأيضا ترى انعكاسها إعلامي أيضا على المنطقة وعلى زملاء النشر، مساحة النشر، الفوائد كثيرة على صعود النادي، من الفائدة المادية للمحافظة، سكنة الأندية في الفنادق الموجودة، قضاء حوائجهم، حضور الجماهير، كل أشياء الحقيقة ملموسة ومشاهدة. طيب المحور الأخير باقي فيه 4 دقائق اللي هي الجولة القادمة، الوقت الحقيقة دائما ضدنا،
نروح ونذكر بمباريات الجولة القادمة وهي مباراة الأسبوع 29 على مدى طيب المنيفي قالوا الأخوان أنه جاهزة في تغريدة من أحد المشاهدين الكرام حمد المنيفي ألف مبروك لنادينا الزلفي تأهله المستحق لدوري يلو حضور نادي الزلفي الدوري يلو سيعطي زخما إعلاميا وجماهيريا للدوري وهذا كنت أقول قبل شوي أنه الزملاء أيضا يأخذوا مساحتهم في النشر عشاق طواحين نجد تجدهم خلف ناديهم في أي مكان منذ أن كان في دوري الدرجة الثالثة مبروك لها المحافظة الغالية هذا تأهل المستحق وبالمناسبة قبل ما أنسى أيضا من الفرحين الحقيقة معنا في القناة السعودية الرياضية من الزملاء العاملين في القناة السعودية الرياضية زميل ماجد الخنيني أحد الشباب المبدعين في الجرافيكس في القناة السعودية الرياضية ماجد أيضا من الفرحين تستاهل التهنئة أبو تميم ونشوف إن شاء الله الزلفي وكل أنديتنا إن شاء الله من يالو إلى دوري روشن مباشرة مباريات الجولة القادمة أسبوع 29 الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة العين وهجر في مباراة المفصلية في الباحة عند الساعة 17 دقائق أحد والصفا المدينة المنورة 7:25 دقيقة بمشيئة الله تعالى الترجي والباطن في القطيف الساعة 8:45 دقيقة مباراة يوم الثلاثاء العدالة والجندل في الأحساء 56 دقيقة العروبة والخلود في القمة الحقيقة في الجوف 7:30 مساء قمة أخرى الفيصلي والعربي في المجمع 8:45 دقيقة مباراة يوم الأربعاء البكرية والقادسية في البكرية 7:15 دقيقة مساء الجبلين والنجمة في حائل 7:15 مساء جدة والقيصومة في جدة 8:45 دقيقة أنا قبل شوي ذكرت طبعا ترى ما شاء الله عندما تعدد الأسماء اللي موجودين الزلفي وهم يستحقون الكثير من التقدير يمكن يلتبس أو أنك تسقط عندك بغير قصد بعض الأسماء أيضا مساعد العصيمي قسم الرياض في جزيرة الشرق الأوسط من الأسماء الكبيرة واللامعة تستحق لأن كل الحقيقة الزملاء الأفاضل بلا تحديد يستحقون التهنئة طيب إحنا عندنا مجموعة تغريدات من المشاهدين الكرام عن الجولة القادمة لربما تفي بالغرض بإذن الله عن المباريات المرادة التساؤل عنها رحنا لها الزملاء مشاهدنا الكريم يقول توقعاتكم لمباراة الجولة العربي والفيصلي نايف مباراة مهمة للفريقين يعني الفيصلي تعتبر هذه مباراة مفصلية له إذا أراد المنافسة بشكل قوي عليه أن ينتصر العربي أعتقد أنه كذلك مباراة يجب أن يستغل مباراة العروبة والخلود لأن أي نتيجة تكون من صالحه أنه إذا حقق 3 نقاط راح يصعد على أحد الفريقين بالترتيب مباراة قوية جدا أنا أرشح العربي بالانتصار مشاهدنا الكريم عبد الله الحنيني سؤالي حماد الدوسري هل الخلود قادر على قادر على الانتصار على العروبة في قمة الجولة؟ والله شوف ما يعاني منه العروبة يعاني منه الخلود اللي هي أعتقد المشكلة الهجومية لو تلاحظ أغلب أهداف الفريقين لعيبة الوسط هم اللي يسجلون أنا أعتقد من يتحكم في وسط المباراة من يفرض أسلوبه راح يكسب المباراة لكن أنا توقع الشخص المباراة الأقرب لها التعادل طيب أبو مساعد مشاهدنا الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله نورت الشاشة وعودتكم الله يجزاك خير أبو مساعد ويحفظك وبارك لأندية نيوم الجبيل الزلفي سعودهم دوري يلو لا زال يدهشنا والله صدقت كل ما تقدمنا بالموسم كل ما زادت الإثارة لم يحسم أي شيء حتى الآن وأشعر بأن الجولة القادمة ستوضح لنا كل شيء الفيصلي والعروبة الفيصلي والعربي العروبة والخلود توقعات ضيوفك الكرام نقطي فوز أو قلت أنه الأقرب العربي أنت فيما يخص الفيصلي والعروبة لك الفيصلي والعربي نايف لكن فيما يخص العروبة والخلود إيش تتوقع؟ العروبة والخلود تعتبر مباراة قمة صراحة يعني أنا أشوف أنه مثل ما قال كابتن حماد التعادل أقرب والتعادل يكون من مصلحة فريق الخلود أنه فرق المواجهات راح تكون أفضل أنه خلود انتصر في أرضه بثلاثية العرب الفيصلي والعربي ماذا تتوقع له؟ والله شوف العربي متميز مثل ما ذكرت لك الفيصلي مباراة فوق ومباراة تحت أعتقد العربي أقرب الفوز كل الشكر والتقدير ضيفنا الكريم حماد الدوسر زميل الإعلامي القدير والقريب من شأن عندي ثلولة استمر معنا كما كنت في هذا الدوري لياخذك الممتاز منا كثير لا معكم ابو هزاع على طول ان شاء الله وانتم في القلب ودوري يلو ما حد يقدر الله يطول عمرك الله عليك المدرب الوطني العزيز الكابتن نايف سرهيد يعطيك العافيه ابراهيم شكرا جزيلا الله يعافيك والف شكر لك وشكرا استاذ حماد وشكرا الساده المشاهدين قبل ما اودعك نقول الجبلين ممكن راحت عليه فرصه الصعود ولا ما زالت الامال
بنسبة كبيرة راحت عليه. يعوضهم خير بإذن الله والتوفيق لهم في كامل المباريات. كل الشكر والتقدير لمن قدم جهدا للبرنامج في الإدارة العامة للقناة السعودية الرياضية أستاذنا الفاضل القدير غانم بن فيصل القحطاني، يعطيك ألف عافية. وفيصل في كل الإدارات المساندة في القناة السعودية الرياضية وإدارة الإنتاج في الإذاعة والتلفزيون، كل الشكر والتقدير لهم، كما هو الحال لكافة الزملاء في البرنامج تقدم منهم مخرجنا العزيز الماجد المديفر سعود هيف في إعدادنا، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر والتقدير لكم أيها الأفاضل على كريم المتابعة. ألتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. أذكر مرة أخرى بأن مباراة الجندل والجبلين بإذن الله ستبث الليلة الساعة 8:30 مساء على شاشة القناة السعودية الرياضية وكذلك على تطبيق الأولى. دمتم بخير وعافية. دائما نقول لكم حفظ الله الوطن وقيادته وأهله وكل مقيم على ثرة من كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.